فاول حاجه ببص على التايتل ثم الاوثرز ثم بقى بيجي الارتكل نفسها. بقى الارتكل نفسها دايما بتكون مكونه من هذه الاجزاء: اولا الابستراكت، ثم انترودكشن، ميثودز، ريزلتس، ديسكشن، ريفرنس. الابستراكت مقصود بايه؟ قلنا من شويه ان هو عباره عن ملخص او سامري للحاجات اللي انت لقيتها في هذه البيبر. بمعنى ايه؟ اولا في هذه البيبر فين الابستراكت؟ اهو الابستراكت، اهو الحته دي هي دي الابستراكت. بتبقى دايما في الاول بتبقى هي دي الجزء اللي بيوضح بشكل سريع وملخص البيبر دي لقت ايه، وبعدها بتبتدي بقى ايه بقيه اجزاء البيبر زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي. هكلمكم على كل حاجه من دي بعد ثواني. طيب ادي هنا عندنا الابستراكت، اول حاجه هنا البيبر اهي تبتدي من اول الحته دي، من اول كلمه كيراتوكونس دي. هنا كان المفروض يكتبوا كلمه انترودكشن، بس طبعا هم ما بيكتبوهاش لانها يعني بديهيه قوي، جوز وذاوت سينج يعني، معلش يعني خدوهم على قد عليهم. فهنا المفروض انترودكشن، بعد كده هتلاقيه عنوان جانبي ميثودز، عنوان جانبي ريزلتس، عنوان جانبي ديسكشن، ثم المراجع اللي هو بنى عليها الكلام اللي هو كاتبه ده، الريفرنسز، كل بقى بحث هو بنى عليه الكلام اللي هو كاتبه هنا، او المعلومات اللي هو جايبها من هنا جايبها منين، المفروض يكتب جايبها منين، من بيبرز اخرى. فبيقوم كاتب لستة بهذه ايه البيبرز او المصادر زي ما بيقولوا يعني. خلاص، فده كده ايه المكونات بتاعه اي ريسيرش ارتكل. طيب تعالى كده نشوف نبص على الابستراكت بالتحديد يعني، لان هو مهم. الابستراكت دايما بيكون زي ما قلنا عباره عن سامري، والسامري ده بيكون 250 كلمه ماكسيمم. ده اللي عام في حوالي 90% من الجورنالز. بعض الجورنالز بيقول لك 400 كلمة، بعضهم بيقول لك 150 كلمة بس، وهكذا. المهم ان هو عادة 250. ده عادة أول جزء بيقرأ في أي article. This is the first part to be read. وعلى فكرة this is usually the free part. يعني إيه the free part؟ حضرتك لما تيجي تدور على paper، تدخل مثلا على PubMed أو على Scopus أو على Google Scholar، هتلاقي listed papers، تفتح البيبر بتلاقي abstract. وبعدين طب فين يا جماعه بقيه البيبر كلها؟ يقول لك لا، بقيه البيبر لازم تدفع ثمنها، يا اما يعني تدفع، يا اما لو جامعتك مشتركه في الجورنالز بتبقى ايه الاكسس مجانا. خلاص، فبالتالي الجزء اللي بيبقى فري وواضح لكل الناس بيبقى هو الايه الابستراكت، ده اللي هو اسهل حاجه باينه قدامك كده على طول اول ما تدخل. وعاده اللي بيحصل ان it's usually the only part to be read by research consumers. يعني انت ربنا كرمك وبقيت كونسيومر، انت مش بس كونسيومر، لا ده انت كمان بتختصر الوقت وبتقرا بس الابستراكت. ده الواقع اللي بيحصل، لكن انا بقول لك ان ده تصرف غلط، مش المفروض انك تقرا بس الابستراكت. ليه بقى؟ لان الابستراكت بيدي لك بس البيج بيكتشر، ما بيديش ديتيلز وما بيقولش كل الفايندنجز لسبب بسيط. يعني انا عامل بيبر مكونه من 5 6 7 8 ساعات 10 و15 بيج، وجيت الخصها لك في 250 كلمه، هل تعتقد ان انا هقول كل الفايندنجز لقيتها؟ خالص، انا هقول لك اول اثنين بس اللي هم اهم اثنين، او الاثنين اللي ممكن يبقوا حاجه كده بريكنج نيوز مثلا، ممكن يعني تخليك تثير فضولك علشان خاطر تدخل تقرا بقيه اللي انا لقيته. لكن لا يمكن هحط جرافس بالمعلومات اللي طالعه منها، بالقصص، بالفايندنجز، بالمقارنات، و و اللي انا لقيتها كلها في 250 كلمه. نو واي. الابستراكت بقى دايما بيبقى بينقسم الى اربع عناوين رئيسيه. هشرح لك العناوين دي مقصود بيها ايه دلوقتي، لانها مهمه جدا. لو بصيت حضرتك على اول، ادي اهو دي البيبر اللي احنا كنا بنبص عليها من شويه. جيت انا ايه اخدت الابستراكت بتاعها وكبرته اهو. بص حضرتك، ادي عندك purpose، methods، results، conclusions. هتقول الله ما ليه الحاجات التانية دي فيه هنا settings، design، financial، مش عارف ايه. هقول لك حوالي 90% من الجورنالز بتبقى عاوزة الابستراكت كده، 1 2 3 4 بس. الجورنال ده هو اللي طالب كده مع نفسه ان احنا نزود له تايتل كده جانبي اسمه settings، اللي هو فين اتعملت الاستادي، في مستشفى جامعة ولا خاص ولا عيادة ولا ايه، ونوع الاستادي ايه، prospective ولا retrospective، case series ولا cross sectional، وهكذا. والفاينانشال ديسكلوجرز، في حد من الباحثين قابض عشان يعمل الريسيرش ده يعني ولا لا، ده مهم قوي عشان ساعات شركات الادويه بتعمل ابحاث عشان تسوق يعني لجهاز او حاجه زي كده، فلازم يبقى المساله واضحه يعني، حد قابض عشان خاطر ينشر حاجه زي كده، ولا انتوا ناشرينها لله وللعلم والوطن
فده مهم. فالجورنال بيبقى طالب كده اوكي. لكن هي دي العناوين الرئيسيه: purpose, methods, results, conclusion. ايه بقى معنى هذا الكلام؟ انا عايز تهتم قوي 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 بحته purpose دي. ليه بقى؟ وليه انا عامل بولد هنا ان كلمه purpose معناها what are you trying to do؟ مهم قوي هنا يا جماعه مساله purpose، مش بس في الريسيرش، في حياتكم بشكل عام. دي من الحاجات المهمه جدا في اي تفكير علمي او اي تفكير بحثي، انك تعرف وتتفق مع الشخص الباحث اللي قصادك او الشخص اللي بيارجيو معاك على نقطة معينة. What is the purpose of what we are trying to do؟ احنا بنحاول نعمل ايه هنا؟ ليه بقى؟ كتير قوي هتلاقي ان بيحصل خناقة او مناقشة او مناظرة ما بين اتنين، وكل واحد بيدافع باستماتة شديدة عن رأيه، وكل واحد منحاز الى فكره. ولكن لو جيت بصيت كده بتعمق هتلاقي ان كل واحد فيهم عنده purpose مختلف تاني، يعني مختلف خالص عن التاني. وان هم لو كانوا اخدوا لحظة في البداية علشان بس يوضحوا ايه purpose بتاعنا من هذه المناقشة، يمكن ما كانش حصلت مناقشة اصلا، وكان الاتنين اتفقوا. هديلك مثال. مثلا نفترض ان انا بقول ان الواحد وهو مسافر لازم يحول كل فلوسه بالدولار. قاعد قدامي واحد صاحبي بيقول لي لا، انا شايف ان انت لو مسافر لازم تسيب فلوسك مصري، تسيبها جنيه ما تحولهاش دولار. ونفضل نتجادل انا وهو، وانا اقعد اقول في حاجات وهو يقعد يقول في ادلة، ونجيب شهود ونشهد ناس ومش عارف ايه، والناس كلها محدش فيهم بيفكر بشكل علمي ولا عمره درس ريسيرش ولا قرى عنه. فبالتالي كل واحد هيحاول انه يرد طبقا، نرجع تاني هون الخبر ولا المقال، طبقا لرأيه وطبقا لهواه. بينما ببساطة شديدة لو كان البيربوس اتفقنا عليه من البداية، يمكن كان صاحبي اكتشف ان انا بتكلم عن واحد عاوز يسافر امريكا، وهو بيتكلم عن الواحد اللي عاوز يسافر مصر او الغردقة. فاكيد انا لما اقول له حاجة زي كده، احنا يا فلان الهدف بتاعنا عاوزين نعرف هل الاحسن الواحد يحول فلوسه الى دولار ولا الى مصري وهو مسافر امريكا. ما كناش اتخانقنا اصلا ولا كنا يعني اتجادلنا، لان ببساطه شديده هيقول لي اه طبعا لازم دولار، مش انت رايح بلد بيتصرف فيها بالدولار فلازم دولار، وهكذا. فمساله البيربوس دي انا علشانها حكيت هذا الموقف، ان لازم. ودي على فكره انا بشوف فيها حل لاغلب مشاكل النزاع اللي بتحصل ما بين اي اتنين او اي نقاش بيحصل ما بيبقاش ساينتفك، علشان قصه the purpose is not set. What are you trying to do؟ البيربوس بتاع البيبر دي تحديدا اثار نقطة جدل مهمة. مارينا اللي هي الفيرست اوثر اللي عملت البيبر دي، جات قدمت البحث ده في مؤتمر في مصر، حضره اكبر اساتذة رمد في مصر. وبعدين كانت عرضها، اتقبل البحث ده كبوستر، عملته بوستر ووقفت قدمته. وبعدين بعد المؤتمر جات قالت لي يا زار، تصدق انه في استاذ جالي وقعد يقول لي، قولي لي بقى ايه اللي خليني استخدم النيو انتراسترومال رينجز بتاعتكو دي وما استخدمش الرينجز القديمة اللي انا بستخدمها، يلا اقنعيني. قالت لي ما عرفتش ارد عليها اقول له ايه. قلت لها بصي، انا لو مكانك كنت قلت له حضرتك لو كنت بتعرف ريسيرش كنت اول حاجة عملتها كنت قريت البيربوس بتاع البيبر دي. البيربوس بتاع البيبر اللي احنا عاملينها والاستادي اللي احنا عاملينها مش هل الحلقات القديمة احسن ولا الجديدة، يعني مش ده الهدف، يعني هل الجديدة احسن ولا القديمة، ده مش البيربوس بتاعنا. امال البيربوس بتاعنا ايه؟ البيربوس بتاعنا ببساطة شديدة هو ان احنا نعرف هل الحلقات الجديدة دي بتشتغل ولا لا. تقول لي هي تفرق يعني ولا اقول لك اه طبعا تفرق، لان دي ستادي ودي ستادي تانية خالص. لو انا عاوز اعرف هل الجديدة ولا القديمة افضل، المفروض ان انا اجيب two groups of patients، واحد هحط له الحلقات الجديدة وواحد هحط له الحلقات القديمة، لازم التو groups يبقوا زي بعض بالظبط وبالملي، وابتدي اشوف هل الحلقات الجديدة حسنت الفيجن احسن ولا القديمة هي اللي حسنت الفيجن احسن بعد نفس ذات المدة اللي حطيت فيها العدسه اللي حطيت فيها الحلقات. وبكده اكون انا عملت كومباريتيف ستادي، عرفت منها هل الجديده هي اللي افضل ولا القديمه هي اللي افضل. لكن هنا
انا عاوز اعرف بس هل الجديده تشتغل ولا لا، فهجيب جروب واحد بس من المرضى وابتدي ان انا احط له هذه الحلقات. لو الحلقات حسنت الفيجوال اكيوتي يبقى بتشتغل، ما حسنتش الفيجوال اكيوتي ما بتشتغلش. اسمه ايه اللي انا بعمله ده كله؟ اسمه ريسيرش ديزاين. فالديزاين انك تصمم ازاي هتخطط للبيبر، هتشتغلها ازاي. ده بيبقى مبني على ايه؟ على بيربس. لو البيربس ضايع ومش واضح هتلاقي الديزاين تعبان وغلط، فالبيبر كلها تتهد. ده اهم جزء في اي بيبر، the purpose. ولذلك لما الدكتور سألها قال لها ها استخدم الجديدة ولا القديمة واقنعيني بالجديدة، ما عرفتش ترد عليه. لكن ليه ما عرفتش ترد عليه؟ لان مش ده اصلا اللي الاستادي بتقوله ولا اللي الاستادي معمول علشانه. كان هيتقال له حضرتك الريسيرش اللي احنا عاملينه بيقول بس هل دي بتشتغل ولا لا، مش بيرد على السؤال اللي حضرتك بتسأله ده. اوكي طيب، فده مهم جدا ان حضرتك تتبعه في كل شيء في حياتك. تحاول تعرف what is our purpose. هيغير كتير قوي في الديزاين بتاعك للاشياء، في تصرفك في الاشياء، في حلك للمشاكل، اذا عرفت انت هدفك ايه، مفروض توصل ليه.